اتفضلي يا مدام فاتن. مدام فاتن مقدمه بلاغ ضدك بتقول فيه انك بعد اذن سيادتك انا اسف قبل حضرتك ما تكمل كلامك. دي كانت شغاله عندي وطردتها من الشغل عشان طلعت حراميه. انا؟ ايوه انكري بقى. اتفضل يا فندم. دي فاتوره سلسله ذهب كنت شاريها لمراتي في عيد ميلادها وكنت حاططها في درج المكتب. اهي يا فندم دي لابساها يا فندم، جايه بكل بجاعه وهي لابساها. حضرتك ممكن تقارن السلسله بالفاتوره، لو طلعت انا غلط احبسني. يا فندم ده كذاب، ده هو اللي جايبها لي هديه بنفسه. هديه؟ وفي حد هيدي سكرتيرته بسلسله ذهب؟ والله العظيم كذاب، ده عايز يحدف الكلام في حته تانية خالص عشان يداري على جريمته اللي عاملها. يا فندم الراجل ده لو مشي دلوقتي هيروح يمسح الكاميرات وهيشيل من عليها كل حاجه اللي تثبت بيها عملته السوداء. كاميرات ايه اللي بتتكلم عليها؟ ما انت عارفه ان الهارد متفرمت وان الكاميرات مش شغاله اصلا. شفت يا فندم؟ شفت؟ اهو ده اللي انا كنت خايفه منه. بس ما تقلقش يا دكتور، انا كنت عامله حساب اليوم ده. دي فلاشه عليها صور لبيانات كل المرضى بتوعه، وطبعا من ضمنهم استاذه جميله. اكيد بيانات مزوره. لا يا دكتور دي مش مزوره، ده انا مصورها بابلكيشن بيحدد المكان والتاريخ بالساعه وبالدقيقه. كده يا دكتور انا مضطر اتحفظ عليك لحد ما اخلص التحقيق ونتاكد من صحه كلامك. صحه كلامي ايه يا فندم؟ انا دكتور كبير وليا سمعتي، بتكدبني انا وتصدق واحده جربوعه زي دي؟ لو سمحت ما تتكلمش، روح بس 4 ايام على ذمه التحقيقات لحين ورود التحريات والعرض علينا. زياد انا لقيت الدواء ده ينفع؟ لا حضرتك مش هينفع، ده الولد ده مسموم. مسموم؟ اه والله لون عليه بيقول ان هو مسموم، لازم اوديه مستشفى حالا. طب يلا يلا تعالى. عينيا عينيا هاتي لي شكت من فوق. عينيا سندي ثواني هجيب الجاكيت وجايالك. اوكي انت متأكدة ان مستر زياد شرب العصير؟ ايوه طيب انا هطلب منك مهمة تانية ودي اخر مهمة ليكي في مصر. مهمة ايه؟ دي عايزاكي تروحي بيها عند واحدة صاحبتي، اول ما هتفتح لك الباب تدلقي دي في وشها على طول، وانا هكون مستنياكي في الشارع اللي ورا البيت عندها. اول ما تخلصي مهمتك تنزلي هديكي فلوسك وهتطلعي على المطار. تمام؟ اتفقنا. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.